كشف وزير الخارجية فؤاد حسين عن عودة 4000 عراقي كانوا محاصرين على البلاد على الحدود البيلاروسية. وأكد حسين خلال استقباله نظيره الليتواني بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطويرها، كما أشار إلى مناقشة ملف هجرة العراقيين. تطرقنا إلى قضية هجرة العراقيين خلال هذه السنة أو السنة الماضية إلى بيلاروسيا، ومن هناك التقينا حول مشكلة معينة، مشكلة هجرة العراقيين إلى بيلاروسيا ومن بيلاروسيا إلى ليتوانيا وبولونيا ولاتفيا. وهذه القضية كانت قضية إعلامية كبيرة وقضية إنسانية كبيرة، وبالتعاون مع مختلف الدول ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا استطعنا العمل في هذا المجال، وتمكنا من إعادة ولحد الآن حوالي 4000 عراقي. من جانبه قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاند إن هناك تعاونا في مختلف المجالات مع العراق. وحول أزمة المهجرين على الحدود أشار إلى أن الحكومة العراقية أول من أوقف الرحلات إلى بيلاروسيا. الحكومة العراقية هي كانت الدولة الأولى التي وقفت الرحلات إلى بيلاروسيا، وأنا بنفسي وزملائي في الاتحاد الأوروبي يعتبرون العراق كنموذج ممتاز للتعامل والثقة. في المرة الأخيرة التي كنت أنا بها هنا وعدت بأنه سأكون في المرة المقبلة في العراق وفي بغداد، لن تكون فقط في موضوع الهجرة، وهذا موضوع ليس من السهل، ليس لبلدكم فقط وإنما لبلدنا أيضا، ونحن نريد أن نجلب أفكار للتعاون جديدة. وأنا اليوم جدا ممتن بأن هناك الكثير من المواضيع التي يمكن أن نناقشها.